السلام عليكم ورحمة الله، كيف حالكم يا شباب؟ معكم أخوكم بسام، واليوم إن شاء الله تعالى بنكمل سلسلة تختيم دارك سولز 2، الحلقة الخامسة على ما أظن. إيه الحلقة الخامسة بإذن الله. في الحلقة اللي فاتت وصلنا لهالمكان، عدينا منطقة الغابة والآن وصلنا البرج. فأول ما وصلنا هنا ريحنا عند البونفاير في البياعة هذه، وفي درج وفي سلم تحت في طريق من برا. فخلنا نشوف ايش عند البياعة دي. اول حاجة نسويها اكيد يقول اشتري من عندي، انا حرمة عجوزة. طيب تبيع سم مكسور، تبيع سم مكسور، هاند اكس وقطلة وبكوس، تبيع ملابس، تبيع ايتمات حلوة، هيومن افجي، وتبيع اللايف جيم. عنده 10 حبات منها، هذا الرقم الصغير يعني عنده كمية، ذي يعني كمية محدودة ما تبيع إلى ما لا نهاية. هذا ممكن تبيع إلى ما لا نهاية أتوقع. وفي مفتاح، هذا يفتح باب للجولد سميث، البلاك سميث، بلاك سميث اللي في ماجولا. فأكيد بناخذ المفتاح عشان البلاك سميث هذاك مقلل إنه يدور على المفتاح وزي كذا. فنشتري المفتاح. وهذه ضربات ميركل، هذه ضربة ميركل، وهذه ضربة سول ارو. فاذا نبي نستخدمهم لازم نعلي الفيث ولازم نعلي الانتليجنت. في شيء هنا في الملابس، هذه ملابس لو اخترنا الاكسبلورر اظن كان اسمه واحد من الشخصيات، هذه هي ملابسه. الملابس كلها عاديه ما عدا قطعه الراس. قطعه الراس فيها شيء حلو ورخيصة. الإضافة اللي فيها يقول لك raise item discovery، يعني يزود لي الحظ. أو item discovery معروف من Dark Souls اللي هو يزود لي قديش الوحوش طيحوا لي ايتمات. فعليا أنا بدأت بالنايت، والنايت ما عنده، ما يبدأ براس. فباخذ بشتري الخوذة هذه عشان أول شيء تعطيني الدفاع أكثر، وغير كده عشان اللي هو item discovery عشانها أنا بعد والله باخذها. يعني في هذه اللي يبدأ فيها، بس هذه أفضل تقريبا، هذه أفضل. وغير كذا تعطيني شو شكلها كفصار، تعطيني اللي هو البوست حق الايتم ديسكفري، يعني الوحوش يبدأ يطيحوا لي أشياء أكثر. خلنا نشوف من فوق إيش فيه. في عندنا الباب، هذا باب مقفل، وهذا نفس مكان الديمو. يعني هذه النزلة نفس نزلة الديمو اللي لعبناها في يوم اللاعبين نفسها، بس ما كان في البياع. الباب هذا كان مقفل. فخلونا نجي من هنا. لا في ايتم. حركة قديمة حبيبي صراحة. ويتشن يورن، ما ادري ايش ذا الايتم، خلنا نشوفه. هذه القنابل اللي ترمي، حلو. اوكي الحين عندنا خيارين، يا اننا ننزل تحت او اننا نمشي من هالطريق. فخلنا نستكشف هالطريق لانه في كم حاجة اتوقع انها تعجبكم، تعجبنا، وشي جدا حلو. اوكي هو المكان هذا مو مرة صعب، يعني عندنا هذا والوحش نسوي له لجتة. بغيت اسوي البيري بس ما قدرت. ديم خذ احلى باكستار. اوكي خلنا نستخدم اللايف جيم حقتنا. في هنا ايتم يجي حلو، النط هيومن افجي، ياي احب هذا الايتم، ما بستخدمه الا وقت الضروره، بحاول اني ما اموت بعد. اوكي اوكي انت مره قوي، بس انا كمان انت هولو وانا هيومن، هذا الفرق بيني وبينك. اوكي فايتم تحت، نروح ناخذ ذاك الايتم.
سول اوف ذا اندد ولقينا التورش. التورش هذه اللي نولع فيها النار. سهلين. معقولة ما ادري عني؟ اوه يا خوي. وما ادري عني عشان خوي يجي. اوكي اضرب الهواء وانا اموت. حلو طيح لي ايتم. قاموا يطيحوا لي ايتمات. ان شاء الله الخوذة ذي تلعب دور حلو. لان فايدة الخوذة انه تخلي الوحوش يطيحوا لي ايتمات اكثر. سلاحك حلو يعني. بيضربني بيده. معايا سيف تعبان. اوكي بقي هذا. خلنا نكمل نشوف ايش في هنا. اوه حلو في ايتم. لايف جيم والله بلس 3. 3 حبات. في ايتم فوق بس ما اتوقع انه نقدر نجيبه الحين. في ذا المكان. هذا المكان انصحكم تجون هنا من اول اللعبة. يعني كويس احنا من اول اللعبة جينا هنا لانه في سلاح جدا مفيد وقوي. وانتبهوا يعني خش الكهف واطلع على طول لانه في الشخص هذا بيسوي فلنا. نعم منهم يسوون فلنا. اوكي. وين؟ ثروين نايف. نايس نوت باد. طيب هنا انتبهوا من ذا المكان. عادي يمديك تمشي عليها ما في مشكلة. في الدودة ذيك بتقعد تفل بس هذا حدها. وتراها مميتة يعني تفلتها. لقينا سول اوف براود نايت. فانا بستخدم اللايف جيم هذي على طول. هنا في يسار نفك الباب ونخش بسرعة ونفك الصندوق هذا وبنلاقي سلاح جدا مفيد. جدا 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 مفيد يا شباب. اوكي يا شباب. زي ما قلت لكم هنا نلاقي السلاح اللي هو شو اسمه. لا اله الا الله. الفاير لونج سورد جاهز مطور فاير. طبعا يتطلب 9 دكس. انا عندي 8 دكس فكلها ليفل 1. نحطها ويمدينا نستخدم السلاح. جدا مفيد يفيدك 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 في بداية اللعبة. فمكان سهل مو مرة صعب. يمديك تيجي من اول اللعبة تاخذ السلاح وتمشي. طبعا خلاص هنا تقريبا الطريق مقفل ما يمدينا نكمل ولا حاجة. يعني جينا بس عشان السلاح تقريبا. وجيت كمان عشان اوريكم هذا السلاح اللي من جد من جد راح يفيدكم. ففي اول اللعبة راح يفك لنا ازمة. فبإذن الله اول ما ارجع مجولة هطور هلفل الدكس اخليه 9 او 10. احتمال اخليه 10 عشان اقدر استخدم السلاحين كلهم. عندنا السلاح هذا يتطلب 10 هذا يتطلب 9 فبلفله اخليه 10 عشان يكون عندي تنويع في الاسلحه لو احتجت. طيب ايش المشكله؟ نطلع فوق. والله اني خايف ما ابي اموت. اوكي اوكي. طبعا الطريق مقفل زي ما انتم شايفين. عشان نرجع نطلع من الفتحة هذه اللي هنا على الجدار. هذا تقريبا نفس المكان اللي مشينا فيه عشان نوصل ل اللي هي البرج اللي في الغابة. هنا هذا اللي يرمي اسهم علينا. فأول واحد بموت هذا حق القنابل. اوكي بسرعة 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 عشان لا يجلدونا. حلو جوني. انا بيهم يجوني. افتك منهم واحد واحد. هلا هلا هلا. حلو طحلي هذا اللي رمي قنابل.
احتك منه كمان حتى هذا. بقي الاخير. لا في واحد هناك. مندس. من اول مندس احسب المري جايبه. يعني حتى اول جيت موت بنفس الطريقة. اوكي. لا انا بريح عند البونفاير وبنزل دحين عند المكان. اوكي شباب الان ريحنا عند البونفاير وبامكاننا دحين ننزل نكمل. بس تدرون لو اروح مجولة احسن لي. ليه؟ اصير الفل الدكس خليها 10 عشان يكون عندي 3 اسلحه اقدر استخدمهم. الله الشوت الموجود، الشوت الموجود نايس. السلاح ذا بدي اجيبه. نرجع مجولة نلفل الدكس نخليه 10. وبما اننا كمان اشترينا المفتاح اللي نعطيه للبلاك سميث نفك له الباب. هذا هو البلاك سميث. نفتح الباب الحين يقدر يخش جوا بيقدر يرسل لنا حداد. والحين في بعد في ذا الصندوق نلاقي شورت بو فنكلمه خلينا نشوف ايش يقول لنا. يس فيري جود فيري جود مبسوط. Now I can get to work. يقول الحين اقدر اشتغل. But first, let me set up. Come again. يقول خليني اول شيء اضبط اغراضي وكل شيء بعدين تعلي بعدين. بعدين بس تعلي بعدين حلو الكلمة. اوكي. خلينا نشوف الشورت بو هذه اللي جبناها تتطلب ايش. وينها؟ هذه هنا. الشورت بو تتطلب 12 ديكس. فاذا بستخدمها يبي لي بعد الفل الديكس ل 12. فشوف انا فكره حلوه يعني اذا عندي فلوس كفايه. خلينا اول شيء نشوف كم عندنا سولز. والله عندنا سولز. في حركه حلوه يعني لو بحط السولز هنا راح استخدمهم حبه 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 حبه. لكن في حركه جديده سووها لو اروح من الانفنتوري واحدد مثلا ذي الخمسه واقول يوز اقدر اختار كم ابى اسوي يوز استخدمهم مره واحده الخمسه بدل ما اضيع وقت. زي ما شايفين فجرنا الخمسة كلهم وين الثنتين واخر واحدة اللي هي البراود نايت هذي تعطينا 2000. فالحين صار عندنا تقريبا 8180 بالضبط. فنكلم البنت هذي وخلنا نلفل ديكس 12 ونلفل يمدينا كمان لفلان زيادة. اوكي خليني اعلمكم بس الفايجور هذا يعلي لي الاتش بي الخط الاحمر. الاندورنس يعبي لي الخط الاخضر. الفيتاليتي يعبي لي قديش اقدر اشيل على يعني ملابسي وزي كذا. الاتنمنت يسوي لي قديش ضربات سحر اقدر اخذ وسرعة ضربات السحر. هذه السترينث دكستريتي ادابيلتي. هنا في حاجة جديدة على البيتا. البيتا كانوا حاطين ريزيستن واجيلتي كانوا حاطين ستاتين زياده يعني كانوا حاطين اللي هي الريزيستن والاجيلتي. هنا لا في اللعبه الاصليه دمجوا الاثنين في شيء واحد حطوا الريزيستن مع الاجيلتي. يعني كيف اللي يبغى الاجيلتي فيه لازم يعلي الريزيستن. وهنا عندنا انتليجنت وهنا عندنا الفيث. الانتليجنت وينها؟ هذا يعلي لي الفيث يعلي لي الدفاع ضد الكهرباء والانتليجنت يعلي لي الدفاع ضد الماجيك تقريبا. باقي لنا ليفلين فاحتمال نحطهم. انا بدي والله اعلي الكويب لود نعطيه حبه هنا. لو تلاحظون كل ما تلفل يزيد اصلا في الاتش بي يزيد اظن بنقطتين. يزيد نقطتين بس. التنمنت عندي 4 يعني يبي لي احط نقاط كثيرة عشان ابدا استخدم ضربات سحر وزي كذا. ف وين نحطها؟ خلينا نشوف. لو نعلي الفيتاليتي مو ذاك الشيء والله زودناها ب 40
السلاح يقوى لما نعلي السترينث. طيب نزود السترينث ليش لا، يصير ليفلنا كذا 20، يعني علينا سترينث 14 والديكس وصلنا 12. حلو، والان يمدينا نستخدم 3 اسلحة كلهم، بس بيكون وزن ثقيل تقريبا نفس الشيء. هذا السلاح فيه كهرباء، وهذا السلاح عادي، هذا السلاح فيه نار. طيب الان نقدر نرجع للبونفاير اللي في وسط الغابة، لا مش فيه، هذه هنا، ونكمل مشوارنا. وورمث، حلوة ذي الضربة، شكلها ضربة جديدة. يقول انها تهيل الناس اللي يلمسون الشعلة. الباتل اكس لسه موجود واللودينج لسه طويل، ما يعني ما قصرت. في تايتن شنك، في تايتن شرد، وفي لارج تايتن، فيا كل ذي الاشياء موجودة. اوكي الان ما بيقل ذا الطريق، مجبرين يعني نمشي من ذا الطريق، فننزل منه نشوف ايش سالفته. اول ما ننزل عندنا الباب هذا مقفل ما ينفتح الا من الناحية الثانية، ويبدو الوحوش يجونا. فشوفوا كيف هذا سلاح النار اللي قلت لكم عليه، جدا روعة، يفك لك ازمة. عندنا هذا بعد انا ذي المنطقة اعرف لها ليش، لان لعبتها في البيتا فما هي غريبة علي. حلو اعطانا ارمر، حتى الباب هذا مقفل، it is locked. وهذا الباب بعد مقفل، هذا في البيتا كان مفتوح، مو البيتا، الديمو اللي لعبته في يوم اللاعبين. حلوين موتناه. الان نطلع من هنا. ايش السالفة؟ في ناس قاعد ترمي عليه. اوكي في طريق من فوق وفي طريق من تحت ترى يا شباب، فانا ببدا من هنا. اوكي بغيت انجلد، والله بغيت انجلد قوة، بغيت انجلد. حلو خلينا نهيل بسرعة، ناخذ الايتمات اللي يطيحوا لي ملابسهم. خلينا نشوف هذه تورش، يمدينا ننط من هنا على ما اظن، ومن هنا يمدينا ننتحر، فما في الا من ذا الطريق تقريبا. فبستخدم واحدة ثانية وبرفع الدرع لاني سامع اسهم. تعالي. فهذول موتهم 3 ضربات حلوين. اوو اترمي اسهم، شوف من وين يرمي، شطار في الرمي، يصبقون. تحمست تحمست يا دارزون. نسحبهم بدل ما نخليه يرمي عليه اسهم، لانه في هذاك اللي على اليمين قاعد يرمي عليه اسهم. خلينا نسحبه هنا في المكان هذا على الاقل امن، ما يقدر يجيب لي اياه بالاسهم. حلوين موتناه. قلت لكم ذا السلاح والله راح يفك لكم ازمه في بدايه اللعبه.
والآن يمدينا مثلا نرجع من هنا، هذا المكان اللي موتنا فيه الوحوش، وفي نقزة على هذاك نروح له. أحلى رول باك ستوب، لا هذا جمب رول باك ستوب. هي اوبا خلنا نعالج الآن هذا مكان. انتبهوا هو شوي وفخ، أول ما توصل هنا وقف تلاقي حجرة تعدي، في واحد مات من الجنود. وهنا نلاقي هيومن افجي، هذه اللي تخلينا نقلب هيومن. وحنلاقي هنا في ام بي سي، ام بي سي هذا بس دقيقة خلنا نكلمه. Oh, I'm sorry. Oh, يقول أنا آسف شكلي قاعد أحلم. يقول اسمي كال كيل. يقول أنا مسافر زيك يحب السفر. يقول أنا قاعد أرسم يقول قاعد أدور المنطقة عشان أرسم خريطة. يقول ليش تسألني إنه أنا أحب الخرائط وزي كذا. يقول هذا سؤال حلو. يقول لما جيت المنطقة هذه كانت ما يتذكر لعنة. يقول شيء عن اللعنة. يقول شكلي نسيت تركيزي. يقول لكن في شيء واحد أقدر أتذكره، إنه أنا أحب الخرائط. أوكي. I came to this land some time ago. Drangleic, the lost kingdom. يقول أنا جيت هنا من وقت من زمان. Drangleic, the lost kingdom. Have you seen Majula? يقول عمرك شفت ماجولا؟ It's a rather spacious mansion. يقول في مانشن بيت كبير، لو تذكرون قلت لكم كان مقفل الباب. يقول خليتها بيتي. يقول خليت ذاك المكان كأنه بيتي. Inside the mansion, I found a strange map. يقول داخل البيت لقيت خريطة غريبة، ولا عمري شفت خريطة زيها. I believe that it's a map of Drangleic. يقول شكلها أعتقد إنها خريطة اللي Drangleic. Now I'm traveling the land to prove it. يقول الحين أنا قاعد أسافر عشان أأكد هذا الشيء إنها خريطة. Yes, that's it. That's why I came to the kingdom. يقول yes، هذا السبب أنا جيت لذي المملكة، اللي هي مملكة Drangleic. That wasn't it. يقول لا مو عشان كذا. مسكين هذا ما يقدر يتذكر. فنكلم مرة ثانية. يقول حتى انت قاعد تدور على ذيك الخريطة. يقول حتى انت تحب الخرائط مثلي. يقول عار عليك، كان المفروض انك تقول لي من اول. يقول امسك هذا مفتاح الى المانشن. هاوس كي. اوكي كلمنا الشاب الظريف هذا، اعطانا المفتاح. كان امبر هيرب حلو، اعطانا مفتاح لبيت في ماجولا، ويقول انه لقى خريطة هناك. حلوين. يب الطريق من هنا. فاحنا معانا مفتاح الحين، اتوقع يمدينا لو نروح هناك يمدينا نفك الباب حق ذاك المكان. هنا في القلق ذا اللي كان يرمي عليه اسهم. موت. حلو موتنا. اوكي الحين وكان في ايتم تحت ما اخذته. في ايتمات والله هناك ما اخذته. نعم والله برجع له. جدار وهمي. اوكي مو من هنا، من هنا طريق. كيف نوصل؟ من هنا. ايه المشوار نضرب مرة ثانية. في اشياء ما اخذتها. اظن ننزل لها من هنا زي كذا. يب جينا نرجع من هناك.
طيب يمدينا كمان اطيح من هنا. حلو، نقدر ناخذ الايتم ده، تايتن شارد. ياي تايتن شارد، حجر تطوير. قلت لكم في تايتن شارد. اتوقع ما في الا كذا. نرجع من هنا ونطلع عشان نقدر نطلع لفوق، فما في الا من ذاك المكان. حلو النط، سري سري. حسيت كأنه في ايتم ورايا. اوكي الحين يمدينا نكمل نطلع على فوق ونروح المنطقة ونكمل فيها، لكن انا ودي ارجع من البونفاير واسافر للمقولة ونشوف ايش فيه في المانشن، لانه ما اعطانا مفتاح الا معناته في شيء هناك يمدينا نستفيد منه. ف يا خلنا نروح لمقولة مقولة مقولة. حلو اسمع، ما ادري ليش حطوا اسامي كذا غريبة. اوكي نسافر الى مقولة. يا وانا راح انهي الحلقة هنا، فان شاء الله تعالى في الحلقة الجاية راح نشوف ايش هرجة واشنج بول، راح نشوف ايش هرجة المانشن البيت هذاك، وراح نكمل مشوارنا في هذه المنطقة اللي هي منطقة برج الغابة ممكن نسميه. هذا كل عندي شباب، اتمنى ذي الحلقة عجبتكم. ان شاء الله تعالى نشوفكم في الحلقة الجاية من تختيم دارك سولز 2. كان معكم اخوكم بسام وفمان الله.